قسم العوائل ما شاء الله تبارك الله، ديكور تصميم ما شاء الله باين، ما شاء الله المكان جدا مرتب. انا على بالي المكان كله مفتوح، على بالي طلع عندهم غرف مخصصه للعوائل. صراحه يا اهل المدينه هنيكم هنيكم على المطعم الفخم. ضابط ما شاء الله عليك، اقول لك هذا اول فرع في المملكه ولا لا؟ هذا فرع جديد، ثاني فرع ما شاء الله. اول فرع لنا في مكه في سوق الحجاز ما شاء الله، فهذا ثاني فرع لنا. مسوي شيء انت؟ لا اساس مسوي شيء ولا لا؟ راكب جراي ما ادري عني، راقبنا من ما ادري ايش فيه. حاسب هديه، حاسب هديه، انت حرام يا انت تفضحني في المطعم شنو؟ البيت امانه معي راح تموت سجن احسن. ليش يا حرام؟ ليش؟ فطرتك على حسابي، تغديني اطلع، ما بطلع تغديني اطلع، ما احسن لك غديني تطلع شو شرط؟ يغسل الصحون، غسل الصحون. يلا غسيل، غسل غسيل. ايوه 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. داني 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 احسن. ايوه ايوه اكرم تفطرني ها اوريك على حسابك. ايوه يرضيني والله، غير تغديني والله ما تروح. حتى قسم الشباب طلع ما شاء الله اكشخ واحلى كمان. ايش المشي هذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا على حسابك والله يا ولد. اعطيني هذه واعطيني هذه واعطيني كمان ايش كل شيء. ايه على حسابك تدفع، اذا زعلان انت. والله على حسابك. طططط سيارات يا ابوي فلة. ايه مبسوط يا ابوي على حسابك. اذا زعلان انت. الاكل ابغى اعرف هذا ايش. انت ايش دخلك؟ ليش زعلان؟ خلاص ادفع الحساب ومك شغل، انا اول ما زعلت عليك. الاكل ابغى اعرف هذا ايش؟ كل انت ايش دخلك؟ ليش زعلان؟ خلاص ادفع الحساب ومك شغل، انا اول ما زعلت عليك. ايش بسرعه؟ برجر، شيكاغو برجر. حلو هنا؟ تاكو سلط. ما شاء الله هنا؟ جولدن لازانيا. وهذا مين؟ عزازي. نيويورك ستيك. وهنا؟ اكس فرايز. ما شاء الله هنا؟ ماكن تشيز. وهنا؟ بريوتي فرايد تشيكن. وهنا؟ سلايدر برجر. انت ايش دخلك؟ ما سالتك. كرمك الله والله يا عزازي. يا زعلان يا اخي، خلاص اول عزمتك انا ما زعلت. يا جماعة الخير بالله من جد من جد، ترى بدون مجامل اللي يجي يبغى يطلب الوجبة هذه بس. مرة طعمها جميل. انت ليه مقهور انت؟ هذا حسابه في الانستغرام في السنة. شو اسمه؟ لا تفوتكم، لا تفوتكم، لا يفوتكم. حبيبي على جمهور. بالأمانة، إيش رأيكم في المطعم؟ والله المطعم مرة حلو. مرة جميل، يا عيال، المطعم كيف؟ والله مرة جميل. الحمد لله. الحمد لله وصلت. الحمد لله وقولك. إيش بك أنت معسكر؟ أمشي. أنت ليش خايف؟ أنا أحب هنا، أحب أجلس هنا، أحب أجلس هنا، أتغزل هنا. المكان زي ما هو، كنت أجلس هنا وأتغزل في حبيبتي هنا. أهل صلاح. إيش بك أنت زعلان؟ شفت الخردوات والكفر هذا؟ كنت اجلس هنا واقول قصيده، تبغى تسمعها؟ اسمعها يلا قول لحد حنيجي الحرام يشيلها. القصيده كانت حبيبتي انا عند الكفر جالس لحالي. انت اقتل اهلك هنا. تعال تعال. عندي قلب ليه تجرحني وتخليني ودي السجن. حرام. يقول الشاعر. اقول تعال بوسيني. منو الشاعر هذا؟ الشاعر موسى حسن كلامي. والله مهما تزعلني احبك. احبك يا اخي، احبك يا اخي. افوز عليك ايش لي؟ لك 100 ريال. يلا سابق نشوف مين اسرع انا ولا. يلا تعال. يلا تعال كذاب انت. يلا. يلا لا تكذب بعد ما فيها شيء. يلا تعست انا ها. لا يا شيخ تعال تعال لسه ما وصلنا. ايوه ادري بغيابك وش يصير، ما يصير شيء نعنبوك كل ما نحيي. الرقم ما يرد، مبسوط انت؟